السلام عليكم تلاميذة أولى علوم بكالوريا. اليوم غنهضرو على درس جديد اللي هو درس تمثيل مبياني. لدالة عددية. دونك انطلاقا من العنوان، يعني خصني نمثل الدالة في معلم ميبيان، يعني معلم متعامد منظم. إذا قبل ما نهضر على التمثيل الميبياني والخصائص المميزة للدالة باش نرسموها، نذكر شوية بدرس النهايات اللي عنده علاقة بتمثيل ديال دالة عددية. إذا كما شفنا في النهايات، قلنا بأنه كاين جوج ديال أنواع النهايات، يعني نهاية عند عدد ولا نهاية عند لانفيني. إذا النهاية عند عدد، نبدأ بالنهاية عند عدد. قلنا بأنه النهاية أصلا عند عدد كتفرق لي جوج أنواع النهايات، كاين نهاية منتهية ولا لا منتهية. دونك الا كنقولوا نهايه منتهيه ولا لا منتهيه، يعني انطلاقا من الاسم ديالها منتهيه، يعني كتعطيني عدد حقيقي. يعني لا منتهيه في الرياضيات هي لانفيني. دونك دابا يمكن نحسب لا ليميت عند عدد، يمكن تعطيني عدد يعني بحال الا كندير الصوره، ولا تعطيني لانفيني. مثلا الى خدينا معلمين، نخدو المثال الاول هنا. الى خدينا لا ليميت ديال الداله اف دي اكس، ناخدو النهايه عند عدد ولكن تكون منتهيه. مثلا خدينا اكس يؤول جوج، اعطاني مثلا واحد. هنا راه بحالك كدير الصوره، صوره عدد اعطاك عدد، يعني لا ليميت اكس عند جوج شحال الصوره هي واحد، يعني كاين هاد النقطه. ناخدو مثال تاني. اذا كانت لا ليميت الناقص جوج، اكس يؤول ناقص جوج ديال اف دو اكس، مثلا نعطاك نتيجة ناقص جوج. اذا الصورة عن ناقص جوج بحال كندير الصورة هي ناقص جوج، يعني احداثية هذا الاصول هذا الارتب. نفس الشيء هنا الاصول هنا الارتب. دونك هذه هي النهاية منتهية عند عدد، يعني بحال كدير الصورة ولا كتحدد الإحداثية النقطة. هنا الأصول قلنا الأرتب. نمشيو دابا للنهاية لا منتهية. ناخدو مثال لا ليميت كل ما إكس غادي مثلا عند جوج اف دو إكس، عطاتني نتيجة بليس لانفيني، يعني عطاتني لانفيني، دخلت في لا منتهية. دونك كل ما انا غادي جيت جوج العدد اتنان، دونك الصور هادو كيتعتبروا الصور، هادو الافاصيل، هادو نعتبرهم الاراتيف لانفيني. كل ما انا غادي عند جوج كان سي دو اف كيهرب لبليس لانفيني. دونك كل ما انا غادي نرسم واحد الخط عند جوج، كل ما انا غادي مثلا ناخذ واحد السي دي اف هو هذا، كل ما انا غادي اكس غادي كيقرب لعدد جوج كيهرب للبليس لانفين، يعني الصور هنا غادي للبليس لانفين. ناخذ مثال تاني. بالنسبه لهذا المثال راه ممكن تكون بليس لانفين او تاني. هنا كل ما انا غادي كنقرب، نو هنا ما يمكنش. اذا نحاول دابا نرسم واحد السي دو اف ونقولوا النتيجه. دونك الى لاحظوا دابا السي دو اف غادي كيتغير على اكس جهه الاعداد الموجبه، يعني غادي والقيمه ديالو غاديه كتغير، ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 ناقص 0 1. دابا غاديه محده 2 ولكن ما غاتقيسش ليا 2، دونك غتهرب لتحت. دونك الى لاحظت معايا اكس
مرة ناقص 3 جوج ناقص 1، ولكن حدو جوج. دونك لا ليميت كل ما اكس غادي كيقرب العدد جوج ديال اف دو اكس، اذا الصور اش كتلاحظوا؟ دونك غادي الاعداد السالبه، دونك هنا غادي نقول غادي مول لانفيني. دونك هذه نهايه منتهيه ولا لا منتهيه؟ اذا بالنسبه للتاويل الهندسي اللي كيهمنا في هذا الدرس هو انه كما تلاحظوا دابا راه رسمت مبيانيا الدال، يعني حولتها من لي ليميت تحولت للمبيان. دونك كما كتلاحظوا في النهايه المنتهيه راه بحال كنهضر على نقطه، دونك هنا ما عنديش شي تاويل هندسي، يعني بحال كندير الصور عدد، ولكن انا الا لاحظتوا معايا بحال كنرسم واحد المستقيم هنا، وهذا المستقيم مثلا الا خديتيه هنا راه سي دي اف كما كتلاحظوا غادي كيقرب، لحقاش كاينه عندنا ناقص جوج موا، وعلى اليمين ديال جوج كاينه جوج بلوس، جوج بلوس. دونك ولكن انا رسمت على جوج موا، الا بيتي من بعد غنشوفو بانه راه كيتفرق جوج موا في هذا الزرق، كل ما كنقرب على اليسار ديال جوج غادي بلوس انفيني. ونفس الشيء عاوتاني هاد السي دو اف اللي رسمناه باللون الاخر هو انه كل ما انا كنهبط الموال لتحت، يعني جيت موال لانفيني الصور غادي موال لانفيني، ولكن كنقرب على عند جوج على اليسار، يعني ان بجوج لي ليميت عطاوني لانفيني. دونك يعني ترسم لي واحد المستقيم، هذا كيتسمى مقارب انطلاقا من الشكل ديالو بالنسبه للمحور الافاصيل عمودي على محور الافاصيل. دونك كيتسمى مقارب عمودي، كنحدد المعادله ديالو انطلاقا من التقاطع ديالو مع محور الافاصيل. معادلته اكس كتساوي هنا جوج. دونك التاويل الهندسي ديال ليميت عند عدد وعطاك لانفين، كنكتب سي دو اف يقبل مقارب، قلنا الشكل ديالو عمودي على محور الافاصيل عمودي، معادلته انطلاقا من ليميت هنا كاين جوج، هنا عندي العدد ا، معادلته اكس كتساوي ا بجوار فين غادي؟ غادي بلس لانفيني بالنسبه للون الازرق هنا، موال لانفيني بالنسبه للاخر. بالنسبه لي كانت هنا بلس لانفيني ديال بلس لانفيني، كانت هنا موال لانفيني موال لانفيني، حنا ناخذوها بصفه عامه لانفيني بلس ولا موا على حسب النتيجه اللي خرجت لي. دونك كما كتلاحظوا كخلاصه للدرس حاولت ندير على شكل خلاصه، من بعد نشوفوا الخطاطة. دونك الفروع اللانيائيه اللي كيتسموا يعني واش مقاربات ولا فروع شلجميه. اذا حنا هضرنا على المقارب العمودي اللي هو اللي هضرنا عليه بانه لا ليميت، يعني الا كانت لا ليميت كتساوي عند عدد كتساوي لانفيني، التاويل ديالو سي دي اف يقبل مقارب عمودي معادلته اكس كتساوي ا اللي عندكم هنا بجوار قلنا لانفيني على حسب النتيجه اللي خرجت لكم. اذا الى خدينا مثال عندي جوج منحنيات ديال سي دي اف، بحال قلت لي ان اف دو اكس المنحنى ديالها مفرق بالقيمه ناقص جوج، الا لاحظتوا معايا كل ما اكس غادي كيقرب كياخذ قيم على محور الافاصيل غادي كيقرب عند جوج، ولكن جوج على اليسار يعني جوج موا سي دي اف غادي الصور كي دايرين هنا كل ما سي دي اف غادي بليس انفيني، يعني غادي بليس انفيني الصور الموجبة. ناخدو مثال تاني بالزرق، كل ما سي دي اف غادي كنرجع دابا كل ما انا كنرجع للور، ولكن حدي ناقص جوج، ولكن ناقص جوج واش بالضبط؟ لا ما كايناش الصورة ديال ناقص جوج، ناقص جوج بلس على اليمين سي دي اف غادي الصور السالبة، يعني غادي موال لانفيني، ما محدودش هنا وما محدودش هنا. دونك هذا هو المقارب العمودي، انه الا عطاتك لا ليميت عند عدد عطاتك لانفيني، دونك انت داك العدد واش بلس ولا موا، يعني كتكون غادي مع الا كان بلس انفيني غتمشي بلس انفيني، كان موال لانفيني كتهبط لموال لانفيني.
لان دابا نشوفوا من بعد ما شفنا النهايات عند عدد، دابا نشوفوا النهايات عند لانفيني نفس الطريقه، يقدر تكون منتهيه ولا لا منتهيه، يعني منتهيه يعني عدد حقيقي ولا لا منتهيه. قلنا انه اذا كانت منتهيه، قلنا انه اذا كانت منتهيه كتعطيك عدد حقيقي، اذا كانت لا منتهيه كتعطيك لانفيني. دونك هاد الحاله هادي غنناقشوها من بعد. اللي كتهمني هو انه لا ليميت، مثلا اكس دابا غادي عند لانفيني ديال اف دي اكس، مثلا نعطاك العدد ا ينتمي الى ار. هذا هو النتيجه ديال يعني الكتابه الرياضيه لهاد الهضره هادي. النهايه عند لانفيني اكس غادي لانفيني، اعطاك نهايه منتهيه عدد ا. هذا بينا نمثل واحد الليميت، كل ما اكس دابا غادي لبليس لانفيني المنحنى تانا حد جوج، يعني ان كل ما اكس غادي لبليس لانفيني، يعني الصور غادي لبليس لانفيني عند محور الاس، اكس غادي بليس لانفيني يعني غادي والقيمه ديالو غادي وكتكبر، ولكن الصوره عند جوج. يعني كما قلنا كل ما اكس غادي لبليس لانفيني كياخد قيمة ناقص ربعة ناقص ثلاثة ناقص جوج ناقص واحد صفر واحد، غادي كيقرب القيمة جوج. هنا كيدير جوج نفس الشيء، كاينة جوج بليس الفوق وجوج موان كاينة لتحت، هنا جوج بليس دونك كيقرب لجوج موان. ناخدو مثال آخر، نديرو الليميت ديال اكس غادي البليس لانفيني نيت ديال اف دي اكس كيقرب لجوج بليس مثلا، يعني ان اكس توا غادي كيتغير على محور الافاصيل وغادي كياخد قيم غادي البليس لانفيني، ولكن السيد اف غادي كيقرب لجوج بليس. يقدر يكون غادي تناقصي في هذه الحاله مثلا، الرتبه على حسب الداله خصني ندرس الرتبه، وكيكون غادي كيقرب لجوج من فوق جوج يعني جوج بلوس. نشوفو مثال اخر، نديرو الليميت اكس يؤول هاد المرة موال لانفيني اف دي اكس مثلا جوج بلوس، يعني فاش كنقول جوج بلوس فوق جوج كانت جوج موال تحت. دابا اكس غادي كيتغير، فين غادي الاتجاه ديالو؟ غادي الاعداد النيجاتيف الموال لانفيني، كل ما اكس غادي الاعداد السالبه غادي كيقرب لجوج بلوس يعني من فوق جوج. هاي دونك ممكن عاوتاني موال لانفيني جوج موا غيكون غادي من التحت، يقدر يجي من هنا. كل ما اكس غادي كيتغير لجوج موال لانفيني في هذه الحاله هذه غيكون جوج موا، هنا جوج بليس. دونك اللي كيهمنا هنا كما قلنا هو التأويل الهندسي، اش كنعني بهاد الليميت ثلاثة. دونك اش عطاوني؟ عطاوني واحد المقارب اللي كاين في الاول شفناه عمودي، دابا هذا موازي المحور الافاصيل ولا عمودي على محور الاراتيب، هنا كنسميه مقارب افقي انطلاقا من الشكل ديالو، هذا مقارب عمودي هذا افقي. اذا التأويل الهندسي للمنحنى سي دي اف يقبل مقارب هذه المرة افقي معادلته، كنشوف النقطة من اش كيمر، هنا كنهضر على ايكغيك ما بقيتش كنهضر على اكس، ايكغيك اللي هي هادي ايكغيك كتساوي جوج
بجوار هنا مثلا بجوار موان لانفيني غادي موان لانفيني هنا بليس لانفيني بليس لانفيني بجوار لانفيني اللي كدرس عندنا دونك يقدر تكون بليس ولا موان لانفيني دونك هذا هو التأويل الهندسي. إذا بالنسبة للخلاصة ديال هذه الفقرة هذه المقارب الأفقي، إذا قلنا بأنه كيكون مقارب أفقي إلا كانت لا ليميت ديال إكس في لانفيني أعطاني عدد. كنقول بأنه مقارب أفقي معادلته إيكغيك، كناخد هذا العدد اللي كيساوي، يعني بحال درت الصورة إيكغيك تساوي، ناخد مثال وهذا يعني أن ليميت في بليس لانفيني هنا كل ما إكس غادي بليس لانفيني يعني غادي كيقرب القيمة إيكغيك تساوي واحد، يعني واحد هنا غندير واحد موان، من بعد نشوفهم واحد بليس ولا واحد موان. إذا شفنا النهاية ديال لا ليميت في لانفيني عطاتني عدد، دونك دابا بقات لي واحد لا ليميت اللي هي أنه يقدر لا ليميت في لانفيني ديال اف دو اكس كتساوي لانفيني. دونك باش نناقشو هاد الحالة هادي نخدم مثلا واحد السيد اف، يعني كل ما اكس مثلا كيتغير غادي بليس لانفيني، السيد اف غادي بليس لانفيني. اذا قلت لكم النهاية هنا ما يمكنش نحدد، يعني ما كنتبعش شي مستقيم، غادي كنهرب شوية بشوية، يعني ما وقفش عند شي نقطة مثلا تقول لي راه جوج، ما يمكن تجاوز جوج، ولكن غادي كنهرب شوية بشوية. هذا الى تذكرتو كيشبه لي الفرع اللي شتو في سانكيام، فرع شال الجامي الحال اتجاهه محور الاراتيب، قلنا هنا موازي محور الاراتيب ماشي الافاصيل. اذا في هذه الحاله هذه كما كتلاحظوا السي دي اف غادي كيهرب شويه بشويه ولكن موازي لمحور الافاصيل، دونك هنا كيتم فرع شجامي اتجاهه محور الاراتيب. نمشيو دابا نشوفوا الحاله الثانيه، يقدر السي دي اف نرسمه مثلا هو هذا نفس الشيء فرع شجامي هنا محور الاراتيب، هذا يمكن ما يوقفش عند شي نقطة غادي كيهرب حتى هو بشوية بشوية، ولكن كيبقى تابع ليا محور، هاد المرة محور الافاصيل، دونك غادي بحال كيتوازى ولكن غادي كيهرب شوية بشوية. دونك هذا كيتسمى حتى هو فرع شجامي اتجاهه محور الافاصيل. ولكن ما دونك بقات لي قاولينا جوج حالات، يقدر مثلا نرسم السي دي اف غادي هو غادي بليس لانفيني، ولكن كل ما غادي بليس لانفيني غادي كيقرب لهذا المستقيم اللي رسمته الزرق، دونك غادي كيتقاربوا ما كيكونش تماس. دونك هذا كيتسمى كم انطلاقا من السميه غادي كيتقاربوا، هذا كيتسمى مقارب، هذا قاسميه مقارب انطلاقا من الشكل ديالو مائل، المعادلة ديالو هي Y كتساوي AX. قالت لنا الحالة الأخيرة هو أنه يمكن سي دو اف مبقاش غيقرب لهذا، غادي وكيبعد عليه، غادي وكيبعد عليه شوية بشوية. فاش كنا كنبعدو على محور الأفاصيل ومحور الأراتيب سميناه فرع شل جامي اتجاهه إيكغيك كتساوي إكس. دونك هادو هما الحالات اللي عندكم فرع شجامي اللي حاول نخصهم دابا على شكل خطط. يعني إلا حسبتي لا ليميت في لانفيني عطاتك لانفيني، المرحلة اللي كتجي هي أنك خصك تحسب لا ليميت في لانفيني، يعني نفس النهاية اللي عندك كانت بليس خليها بليس، كانت موان خليها موان، ديال اف دي إكس على إكس. دونك فهنا غادي ندخل في ثلاثة الحالات، يقدر نحسب لا ليميت ديال اف دي اكس على اكس في لانفيني،
تعطيني لانفين. دونك وين الهندسي هنا؟ ممكن نقول بان السي دي اف يقبل فرع شل جامي اتجاهه محور الاراتيب. دونك فين غادي؟ على حسب لانفيني اللي عندي هنا. دابا شفنا لانفيني يقدر عاوتاني لا ليميت اف دي اكس على اكس تعطيني صفر في لانفيني. دونك الا عطاتني لانفيني دان سي دي اف يقبل فرع شل جامي، هاد المرة ما بقاش محور الاراتيب، غيولي اتجاهه محور الافاصيل. بقات لنا الحالة الأخيرة اللي غتقسم حتى هي لجوج حالات. دونك يقدر نحسب دابا لا ليميت ديال اف دو اكس ديال اكس باردون كيقول لانفيني ديال اف دو اكس على اكس وتعطيني عدد ا. اذا هنا المرحلة اللي جاية من بعد هو انك خصك تحسب لا ليميت ديال اف دي اكس ناقص ا اكس في نفس لانفيني، داكشي اللي كنت كتحسب عندو هنا. دونك هادي اللي غتحول لي لجوج حالات. نقدر نحسب لا ليميت ديال اف دي اكس في نفس النهاية لانفيني موا ا اكس وتعطيني مثلا لانفيني، ياك؟ الا عطاتني لانفيني دونك هنا سي دي اف يعني غادي كيعرب لانفيني يقبل. كيفاش كيعرب لانفيني؟ فرع شل جامي، فرع يقبل فرع شل جامي اتجاهه محور المستقيم دو المعادلة اللي عندي هي إيكغري كتساوي ا إكس. بقات لنا الحالة الأخيرة وأنه يقدر نحسب لا ليميت في نفس النهاية، داكشي اللي كنت كنخدم به هنا، ديال اف دي إكس ناقص ا اكس ويعطيني دابا عدد. دونك هنا نجيب العدد هنا تكافي هي لا ليميت فلانفيني ديال اف دو اكس ناقص ا اكس ناقص بي كتساوي صفر، تكافي ان لا ليميت فلانفيني ديال اف دو اكس نعمل بناقص ا اكس زائد بي كتساوي صفر، وهذا إيكغريك. إذا السي دي اف يقبل مقارب مائل معادلته إيكغريك كتساوي ا اكس زائد بي. إذا هذه هي خلاصة الفروع اللانهائية اللي فيهم فروع شل جامية. التمثيل اللي كيعاوننا في تمثيل الدالة اللي هو تأويل النهايات اللي درسنا في الدرس ديال نهايات دوال اعتيادية، والهدف ديالو كما قلنا هو انه كيعاونني نمثل الدالة اللي هو اخر سؤال في التمرين ديال دراسة الدوال اللي هو الهدف ديالنا هو رسم السي دي اف. اذا كخلاصة على شكل خطاطة هو دراسة الحالة ديال لانفيني الى عطاني لانفيني. دونك الى عطاتني لانفيني على لانفيني هنا ما يمكنش نستنتج التأويل الهندسي ميبيان، قلنا يقدر يكون مقارب مائل، وهذا المقارب مائل يكون يقدر يكون تقارب ولا فرع شل جامي، ولا يكون اف دي اكس على اكس عطيني زيرو ولا بليس انفيني عطيني فرع شل جامي تجاه محور الاراتيب ولا محور الافاصيل.
دونك اول مرحله يمكن نديرها هو تحديد الحساب ديال اف دي اكس على اكس. من بعد يمكن نستنتج الحالات. دونك اذا كانت النهايه اف دي اكس على اكس كتساوي صفر، هنا كنقول بانه فرع شجامي اتجاهه محور الافاصيل، يعني الحاله. وما يقدر اف دي اكس على اكس، كل ما اكس غادي للموالفيني في الحاله اللي مرسوم بالخضر، هنا اف دي اكس اكس غادي للانفيني، ولكن النتيجه صفر، يعني ان استدعاف غادي محور الافاصيل. مع محور الافاصيل جهه الاعداد السالبه، ان صفر بلس يقدر يكون صفر موا، يعني تحت صفر. نفس الشيء هنا، بلس لانفيني ديال اف دي اكس على اكس عطاتني صفر، يعني اكس غادي بلس لانفيني، منحنى غادي بلس الصور غادي بلس لانفيني، ولكن فرع شجامي. شو الحالة الثانية؟ هي لانفيني اف دي اكس على اكس عطاني لانفيني، قلنا كيعطيني فرع شجامي اتجاه محور الاراتب غادي لانفيني لعندين. مثال، وما كل ما اف دي اكس غادي بلس لانفيني، الصور غادي بلس لانفيني، وكل ما السد اف غادي موان لانفيني، اف دي اكس على اكس غادي اعطيني موان لانفيني، يعني انا الصور غادي موان لانفيني. دونك هذا هو التأويل الهندسي ديال فرع شجامي اتجاهه محور الاراتب. بقات لنا الحالات الاخرين. بقات لنا الحالة الأخرى اللي هي إذا كانت لا ليميت ديال اف دي اكس على اكس كتساوي أ، قلنا كنحسبو اف دي اكس موا اكس. إذا كان اف دي اكس موا اكس عطاني لانفيني، كنقول بأنه فرع شجامي غادي لانفيني، اتجاهه مستقيم معادلته يكريك تساوي أ اكس. إذا كمثال، هنا كما كتلاحظوا اللون بالخضر، يعني كما كتلاحظوا في المثال اللي عندي باللون الاخضر، كل ما السيد اف غادي للموالاه فين، يعني كتمشي لهاد الجهه، فرع شجامي اتجاهه ايكريك تساوي ا اكس. مثال ثاني، كل ما السيد اف غادي بلس لانفيني، اف دي اكس مو اكس عطاني فرع لانفيني اللي هو فرع شجامي اتجاهه ايكري. اخر حالة، الى عطاني عدد ولاد العدد نطرع ابارتينا ار يقدر يكون صفر، ما كيهمنيش، المهم عدد ابارتينا ار. هنا كيقبل فرع مستقيم مقارب مائل معادلته ايكري تساوي ا اكس بلس بي. كمثال هما هاد، خدينا مثلا ان السيد اف غادي كيتمشى لبليس لانفيني، وغادي كيتقارب مع المستقيم هذا اللي لونت بالزرق، يعني غادي بليس لانفيني. لا ليميت اف دي اكس مو ا اكس بليس مو بليس بي كما عندي في العلاقة يعطيني صفر. ونفس الشيء هنا، هاد المرة اف دي اكس لي الاعداد غادية لموال لانفيني، اذا هنا مقارب مائل. اذا هذه هي خلاصة الدرس، ان شاء الله غنديروا تمارين باش نفهموا اكثر.